مش عارف، انا بصراحه انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده. يعني فرقه كبيره، يعني فرقه لا كان بنقول النادي الاهلي والزمالك، لا الزمالك والاهلي كتباء الكره المصريه. انا زعلان، انا يعني اقول ابطل كوره، ولا اقول يعني امشي، اقول انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. حظ وحش، فاهم ازاي؟ شويه نقول الحكام، شويه نقول مش عارف ايه، لكن ما انا كل العوامل دي المفروض فرقه كبيره، يعني المفروض ما ياثرش فينا كل الكلام دوت. المفروض حظ، حكام، مش عارف ايه ايه ايه. انا ما منطقتش، انا بتكلم الكلام اللي هو السائر او ده اللي بيتقال، بس مهما كان ده مش ممكن. يعني امال هنكسب؟ يعني انا مع احترامي للفرقه كلها، يعني نادي الزمالك المفروض بيخسر بونت راح منه البطوله، مش بالطريقه دي، مش ممكن. يعني بطوله ايه اللي احنا عايزين نجيبها؟ ولا انا احسن، يعني اعتقد ان كل مباراه نادي الزمالك هتبقى بدون جمهور يكون احسن لينا، لان كل الجمهور نادي الزمالك هيجي يشتم في اللعيبه، وده حقه. لان احنا مش يعني انا واحد من الناس بصراحه، انا بتمنى ان انا بطل كوره وقدرت ان انا اقدم ورا نادي الزمالك ان انا بطل كوره، لان انا بصراحه يعني حاسس ان انا بظلم فرقتي وبظلم نفسي وبظلم الناس كلها اللي معايا. تمام، لان بالاداء دوت ما نبقى اربع ماتشات ناخد منهم بونت، ده مش نادي الزمالك ولا دوت. يعني احنا بصراحه بنقلل اسم نادي الزمالك، يعني مش بنعليه، لان الزمالك هانو كبير، نادي طول عمره بطولات، لكن احنا بالمنظر دوت بصراحه يعني انا مش قادر اتكلم بصراحه. انا زعلان من نفسي وزعلان من الفرقه كلها وزعلان، يعني انا مش عارف بصراحه. انا بجد يعني لو نادي الزمالك وقف انا هبطل كوره بجد، احسن لي يعني، اشرف ليا. يعني نتمنى التوفيق في الفتره القادمه يا كابتن.